مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم يوم الأحد الأحوال الجوية بتكون تقريبا مبرة في المناطق الشمالية حارة نسبيا المناطق الشمالية الغربية 34 العظمى والصورة 19 أجواء مشمسة المناطق الغربية أجواء حارة الحراره العظمى المتوقعه بمعدل 36 العظمى والصغرى 24 المناطق الجنوبيه الغربيه اجواء غائمه جزئيا مع سقوط زخات متفرقه من المطر احيانا 26 15 منطقه الرياض اجواء حاره ومغبره العظمى 39 26 المناطق الشرقيه اجواء حاره نسبيا 35 إلى 25 والمناطق الشماليه الغربيه اجواء مغبره مرة و 33 إلى 19 درجة مئوية، يوم الإثنين أيضا هناك ارتفاع على درجات الحرارة بيكون واضح في المناطق الشمالية الغربية العظمى 36 والصورة 24، المناطق الغربية أجواء حارة أيضا والعظمى بحدود 34 35 والصغرى 22 المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعديه من مطر 26 15 منطقه الرياض اجواء مغبره وحاره والعظمى 37 والصغرى 24 المنطقه الشرقيه 35 الى 24 درجه والشماليه الغربيه اجواء معتدله الى حاره نسبيا 32 إلى 21 درجة مئوية يوم الثلاثاء أجواء مغبرة في المناطق الشمالية شمال المملكة وشمال غرب المملكة مع أجواء حارة 38/23 أيضا المناطق الشمالية الشرقية حارة مغبرة أحيانا 37/23 المناطق الغربية أجواء حارة 36/24 المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر العظمى 25 والصورة 16 منطقة الرياض أجواء حارة نسبيا إلى حارة 37 إلى 24 درجة مئوية ومنطقة الدمام حارة نسبياً إلى حارة 35 إلى 24 درجة مئوية، يوم الأربعاء تبقى الأجواء حارة في المناطق الشمالية ومغبرة في الشمالية الشرقية في الشمالية الغربية العظمى 37 والصغرى 17 المناطق الغربية أجواء حارة 37 إلى 25 المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا ومنطقة الرياض ارتفاع على درجات الحرارة أجواء حارة والعظمى المتوقعة 40 والصغرى 29 المناطق الشمالية الشرقية أجواء مغبرة وحارة ايضا حاره نسبيا العظم المتوقع 34 18 والمناطق الشرقيه او المنطقه الشرقيه اجواء حاره 37 الى 27 درجه مئويه يوم الخميس تبقى الاجواء حاره في المناطق الوسطى والجنوبيه من المملكه لكن هناك انخفاض على درجات الحراره في المناطق الشماليه الغربيه والشماليه الشرقيه في المناطق الشماليه الغربيه أجواء غائمة جزئيا 31/16 في المناطق الغربية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 34 إلى 25 المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا وزخات من المطر 27/16 الرياض أجواء حارة والعظمى المتوقعة 42 والصغرى 30 هذا يوم الخميس وايضا مناطق الشمالية الشرقية 30 العظمى والصغرى 16 والمنطقة الشرقية أجواء حارة 40 الى 29 درجة مئوية ايضا يوم الجمعه تستمر الاجواء حاره في المناطق الجنوبيه والوسطى من المملكه لكنها بتكون تقريبا معتدله الى حاره نسبيا في المناطق الشماليه، المناطق الشماليه الغربيه 30 15 المناطق الغربيه 34 24 المناطق الجنوبيه الغربيه غائمه جزئيا 27 الى 16 مع فرصه لسقوط زخات رعديه من المطر احيانا ومنطقه الرياض اجواء حاره 41 الى 28 المناطق الشماليه الشرقيه معتدله بالنهار لطيفه بالليل 28 16 والمنطقه الشرقيه حاره نسبيا الى حاره 36 الى 28 مع ظهور بعض السحب مشاهدينا في المملكه العربيه السعوديه كل عام وانتم بخير واوقات وايامكم سعيده ونتمنى الجميع السلامه ولكم تحيه طيبه مني ومن طقس العرب